اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم اغفر لنا كل ذنب، وادفع عنا كل كرب، واحفظنا من كل جنب. اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا بارا. اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، نسألك كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن فتنة القبور ودعوة الثبور، إنك عزيز غفور. اللهم يا قاضي الحاجات، ويا رفيع الدرجات، ويا غافر الزلات، ويا مكفر الذنوب والسيئات،
اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقراباتنا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك غفور ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخائها واجتماع كلمتها يا رب العالمين يا أجود الأجودين يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية. اللهم وفقه وولي عهده ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام وفي بورما وأراكان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ابسط الأمن والأمان على إخواننا في مصر. اللهم اجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا 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 ومولانا وخالقنا ورازقنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان
برحمتك يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار.